مرحبا بكم من جديد. اندو تيست اليوم قال لك اليوم راهم ثلاثه منا ثلاثه منا القيره راح تشال فكاين اليوم كاين الغاز عندي تيست اليوم لا فيها دير ايكيب وايكيب ماشي دوك هذيك الجايه مليحه هذه الجايه لا كاينه 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 في رايك علاش علاش وسيلة عندي تيست اسمع اسمع خممت فيها والله اسمع سامي علاش استردينا عندي تيست باش نانيمي هنايا باش تقدر تكون منافسه هيا دوك نديروها ثلاثه ثلاثه شوف حنا الغاز شوف اللي يجيب منا تحسب ليكيب كامل كمال هاي منافسة شرسة حطها في لندا شوف نديرو شوف الياس في لندا فيك الياس شاطر في الغاز ما نعرفش ماهيش محمية ما تحطهاش ماشي محمية الفكرة مش محمية شوف محمي الفكرة ماشي محمية يلا انا ما انا يلا يلا بعد نقول لك نفتحوا كسرادي بواحد اخر لا ما باش في اخر عاد ليكيب ليكيب تاع كمال وليكيب تاع خسان يلا هيا ها نقول لك وغدوه نديروا ليكيب تاع سعاد وتاع ايمان باش يقولوا الرجال وكذا يلا اللغز الاول رافقني موسيقيا خويا سامي يقول لك حاجيتك على بنيه حاجيتك على بنيه مبهاها وضرها في حشاها حلف ما يخرج منها حتى يموت معها دلاعه الجبار دربوكا انا على بالي نقول درسه وسوسه بالله حول جابتها ايمان جابتها ايمان لا ولاد يجيبوا جابتها فريق خساني واحد صح اللغز الثاني يقول بيضر خام وكحله دغام عقونه وترد الكلام بالله غير بالله معليش نعاودوها نعاودوها لا بيضر خام وكحله دغام عقونه وترد الكلام باسونات بيستولي نو نو عقونه ترد الكلام بيستولي عقونه ويرد الكلام بقرة لا بيضر خام كحله دغام عقونه وترد الكلام حمامه نعم ركزوا على عقول الكلام برافو 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 بريا اللغز الثالث يقول الطريق وحدة الطريق وحدة والخوف علىه للا تخرج وحدها وسيدي الحراس معاه الطريق وحدة والخوف علىه للا تخرج وحدها وسيدي الحراس معاه الضل ماكلة هذه ماكلة القاضي وجمعته بالي لا خمس فيها عاود الطريق وحدة والخوف عليه لا تخرج وحدها وسيدي الحراس معه خروف لا كل ضل لا عاونا شوية بالله رانا نحكوا على زوج حاجات ماشي دلها على السر لا السر رانا نحكيو على زوج حاجات ماشي على حاجة الطريق وحدة يعني في زوج طريقهم وحدة لحيات أنا نقول زوج حاجات كامل كيفاش لحيات الطريق وحدة والخوف عليه لا تخرج وحدها وسيدي الحراس معه عروسة لا جنازة لا هما في زوج يخرجوا وعندهم طريق وحدة بس يخرجوا كل واحد وحده الساعة الرقاص لا يتلاقاو مين يخرجوا ما بكش وين يروحوا من الفم لا شوف هما عندهم طريق وحده هكذا ويخرجوا بصح جامي يعني تقريبا جامي يتلاقوا نادرا ما زعما يتلاقوا العين والبدن لا نادرا ما يتلاقوا الشمس والقمر فوالا برافو لا تخرج وحدها الشمس وسيدي الحرس معاه القمر معاه النجوم يلا اللغز الرابع اصبر ايمان تما فريق خساني راكم زوج اللغز الرابع يقول حاجيتكم على النون والنون غالب النساء والرجال وطيحت الغزال من فوق الجبال حاجتكم على النون والنون غالب النساء والرجال وطيحت الغزال من فوق الجبال نوارة النون اللغز كبرى وفي النون غالب النساء والرجال وشنو هو النون غالب النساء برافو كمال هذا السنكيام اللي يجيبوا هذا كمل وإيمان منافسة بينك معليش مو فريق واحد راه ساطر عيبكم راه محمد ربي شوف اسمع ما يحشموش هذوما ما يحشموش ساطر عيبكم
وتزيد ما عجبكش الحال. هذه هي علاش دلعوا ما هضروش معاه. وما سمير يقول دلع. اختار الدلع. سمير عنده نقطة دلع. أنا شاك بلي كاين دلع في الوسط. شغل كيجاوب دلع. يلا اللغز الآخر الأخير باللغة الفصحى هذا. قبل وفاة رجل غني لديه بنت في السجن كتب وصيته وقال نقودي وأموالي للحكومة، فقامت ابنته بإضافة حرف واحد ألف ألف لتصبح الأموال ألف كلها لها. ما هو الحرف؟ أو وين ألف؟ أو في الوا زيد الألف. نقودي وأموالي أو أموالي للحكومة. لا لا ما عادش تكملها عاودها. ما تركبش أنا ما تركبش. معلش أنا ندرجها لكم دقيقة دقيقة ندرجها لكم. أسمح لازم ندرجها لهم. واحد سيدي مات بدا يموت خلا وصية، شايف كيفاش؟ خلا وصية لبنته اللي راهي في الحبس، كتب الوصية تاعو قال نقودي وأموالي للحكومة. واو واو جد الألف اللي نقودي، نقودي أو أموالي للحكومة. واحدة من الزوج بنتي تدي حاجة. النقود هما الأموال. دوك الأموال. كمل. فقامت ابنته بإضافة حرف واحد لتصبح الأموال كلها لها. وش هو الحرف اللي زادته؟ لا 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 كيف؟ لا نقود لا 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 زوج حروف. زادت حرف. زادت حرف. عاود بالعقل برك. صح هي قال هو قال نقودي واموالي للحكومه نقودي. زاد فيهم حرف باش ولاو دراهم لبنته. لا نقودي ولا أموالي. لا لا زاد لا. زاد شحال من حرف؟ ركز مع بنتي، ركز على بنته، ركز على بنته وين راهي. لابنتي نقودي واموالي للحكومه وبنته في الحبس. لا للحكومه لا, لا. المسجونه ميم لا قريب 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 للحكومه لل للمحكومة. بالا بالا برافو. نقودي وأموالي للمحكومة. البنتي بالا مسجون. برافو 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 يلا برافو فريق أسانيد. منافسة غدوة تعاود تقعدوا كما راكم باش نخفوا الطار. ما كاش دلع. شوف برك حاجة شوف شوف بار كونت مامو اليوم اللي خسر غدوة يجيب لك دلاعة. جيب كمال ياسر شكم يجيب له الدلاعة. أنا نجيب له الدلاعة. دلاعة كمال الحق بالمناسبة سعاد وقتها رمضان خلاص على بالك نجيب له الدلاعة. سامير قال كان يحب نطيب. يلا غدوة سعاد من فضلك غدوة من فضلك سعاد.